أسأل الله عليكم سماحة شيخنا ورفع قدركم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: في الحديث من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة حتى يرجع، هل يدخل في هذا من أشار إلى أخيه بمسدس أو خشبة؟ لا شك إن من هدد المسلم بالسلاح أو ما يقوم مقام السلاح، الخشبة تقوم مقام السلاح، فإنه يدخل في الوعيد حتى ولو كان مازحا، ما يجوز هذا. نعم.